عندي لو كان هون كان 8 ولا 14. إذا كل الشعب اللبناني صار تعب من 8 و 14 بقى كيف غندي؟ كيف تقاوم الهجوم النسائي ولا حتى أنت بهاي منك مع المقاومة؟ لا هجوم نسائي. ولما بفوت على أي محل وبسطلوا الصبايا هيك بيرجع بركز شو بده يعمل؟ تركز؟ لا بستحيل. شو أول جملة لازم يقولها برأيك مصباح سعد الحريري بس يرجع على بيروت بعد غيابه لجمهوره؟ فهمت وضعك هون وعم بعيد النظر ببعض الأمور. أنا بقولها لايك ولايك 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 ما بقول لايك. كريستينا صوايا ضيفة لايك هالحكي لايك مع ريما كركي الليلة 10:30 المساء مباشرة على المستقبل.